ومعاكم عزوز منقي واسعد الله صباحكم بكل خير. عنوان الفيديو النهارده عن حبوا الشخصيات الحلوه، ده هيكون عنوان الفيديو. بس قبل كل حاجه يا ريت تشتركوا وتعملوا لايكات وتعليقات حلوه مع تفعيل الجرس. وعايز اقول محترامي ومحدش يزعل من كلامي، كل واحد اتسرق، وانا عارف الثلاث مشتركين اتسرقوا عندي في القناه، وللاسف الشديد اتسرقوا وحذفوا، اشتراكهم اتحذف من عندي. واللي بيعمل الحركات دي يعني سواء كان اليوتيوب بيحذف مشتركين عشان مفيش تفاعل كامل مع القناه عندي، او انت مثلا انتم اللي بتعملوا الحركه دي. وانا عايز اقول اللي بيعمل الحركه دي عايز اقول لك بالسلامه. في ناس بسم الله ما شاء الله ملتزمين عندي في اليوتيوب، بقالهم شهور مشتركين، ولما انزل فيديوهات بيعلقوا عندي باستمرار. هم دول الناس المشتركين بجد اللي بيشوفوا فيديوهاتي بجد. لكن الناس اللي جايه تستهبل ولا بتستعبط، واحد يشترك واجي ثلاثه مشتركين ينحذفوا من عندي ليه؟ يبقى ده مش اشتراك، ده اسمه استهبال واستعباط. مع احترام يعني. واللي بيحب عزوز وبيحب قناتي هيتفاعل ويعمل اشتراك بجد من غير هزار. الحاجات دي مفاس هزار. اللي بيحبين انا شخصيا وبيحب قناتي يتفاعل فيها. ما بسم الله ما شاء الله في ناس مش عارفني وبقالهم شهور بيعلقوا عندي في القناه، اشتراكهم ما تحذفش ليه من عندي رغم انهم بيشوفوا الفيديوهات كلها عندي، كل ما انزل فيديو يروحوا يعلقوا. اتمنى انتم يعني كده، يا اما كده استهبال واستعباط، يا اما انتوا كده جايين تهزروا. اللي بيحب قناتي، انا بتكلم عربي مش بتكلم هندي، اللي بيحب قناتي يتفاعل بجد، اشتراك ولايكات. ليه تحذف اشتراك من عندي؟ قاعد انا انزل فيديوهات واعمل مجهود وفي الاخر ناس ثلاثه مشتركين مره واحده ينحذفوا. ما بلاش الحركات دي. قدروا الناس زي ما انا قدروا الواحد زي ما الواحد بيقدركم. الكلام ده ما ينفعش. خلينا في المهم. عنوان الفيديو اللي اتكلم فيه حبوا الشخصيات الكويسه، حبوا الشخصيات المحترمه، حبوا الشخصيات الحلوه اللي بتعاملوا اللي بيتعامل معاكم حلو، بيتعامل معاكم بحسن نيه والاسلوب والتعامل بيعاملكم حلو. حبوا الشخصيات النظيفه عشان بكره لو ما حبتوش الشخصيات الحلوه دي والكويسه هتندموا، لان الشخصيات الحلوه هي السبب في راحه البال وهي السبب في الراحه النفسيه. يعني ليه انا بقول عنوان الفيديو حبوا الشخصيات الكويسه والحلوه؟ عشان في الاول وفي الاخر انت لا ترتاح، هترتاح للشخصيات الحلوه. يعني لما تحب الشخصيات الحلوه وتحب الشخصيات النظيفه واللي الشخصيه المحترمه واللي بتعامل حلو، في الاول وفي الاخر انت لا تستريح. دي رسالة يعني، ده كلام بالنسبة للي بيحب أو للصاحب أو لأيا كان من أشخاص. لو هتحب الشخصيات كويسة ومحترمة ونضيفة، والله هيبقى في راحة نفسية ما بين الشخص اللي أنت هتحبه. لكن هتحب الشخصيات وسخة وهتحب الشخصيات مش نضيفة، والله انا بحلف بالله مش هيبقى فيه راحه نفسيه. ما اللي يخلي الحب يخرب ويبوظ ويتنايل بكتين نيله وما يستمرش؟ اللي يحب ده واللي يحب ده مفيش حب بينجح، واللي بيصاحب مفيش صحبيه بتنجح، واللي بيتجوز مفيش جواز بينجح. ليه؟ عشان انتم كده يلا نحب ده اي بطيخ في اي عبل في اي عبط. ليه انا بقول حب الشخصيات الكويسه والمحترمه واللي اطلبها حلو وبتعامل حلو وتحب الشخصيات نظيفه؟ عشان تستمر معاك للابد، يبقى في راحه نفسيه. انت لما تشوف الشخصيات حلوه
هترتاح، غير لما انت تروح تحب شخصيات مش هترتاح لها اصلا. انا دارس في علم النفس وعارف الحاجات دي كويس، من كده انا نزلت حاجات كتير عن الاحترام وعن سبب الطلاق وعن كل حاجة. فعايز اقول حب الشخصيات، يعني انا مثلا عجوز من الشخصيات الحلوة الكويسة استمر معايا، لانه هيبقى في رع هترتاح لانت في الاخر. هتحب شخصيات وسخة ومش محترمة هتلاقي في طلاق وفي بلاوي سودة، ما فيش استمرارية مثلا في الحب كده. ليه انا بقول لكم يعني احب الشخصيات الحلوة الكويسة؟ يعني مثلا في الحب هتحب شخصيات كويسة في الحب وشخصيات نظيفة، الحب هيستمر. الصاحب هتحب صاحب كويس وصاحب نظيف وحاجة نظيفة، هتستريح للصاحب اللي انت هتحبه وصاحبه. لان في صحاب كتير عندهم مكر وعندهم خباسة ولامة. كده عنوان الفيديو حب الشخصيات الكويسة والشخصيات الحلوة النظيفة واللي اسلوبهم حلو، ما يكونش عندهم مكر ولا خباسة. وكذا هو عنوان الفيديو حب الشخصيات الحلوة والكويسة عشان ترتاحوا، يبقى في راحة نفسية لما تختاروا الشخصيات الحلوة. وعايز اقول اللي بيسرق ويحذف اشتراكه من عندي، عايز اقول لك طز فيك ملاك سلد من عندي، يهمني احترامك. اللي مش احترمني اقوله بالسلامة عشان انا ما احبش اغلط، اللي بيحترمني بسيله فوق دماغي على طول. وبسم الله ما شاء الله الناس بتعلق عندي زي العسل، وبشكر كل واحد بيعلق عندي بطريقة حلوة، حتى الناس اللي ما بيعرفوش عزوز بيعلقوا عندي بطريقة حلوة وبطلب حلو. بشكركم جدا جدا، وكل واحد بيشترك بجد وبيعلق بجد، شكرا ليك وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انا عندي انستجرام وفيسبوك، واللي عايز يعمل لي دفع فيه اهلا وسهلا بيه، بس اهم حاجة يكون في احترام واخلاق، لان انا مش اي حد بصاحبه ومش اي حد بتعرف عليه سواء كان على الفيسبوك او الانستجرام. واحط انا الرابط الحساب بتاع الانستجرام في المنتدى والفيسبوك، وشكرا لكم.